السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة، واللي راح تكون أفخاد الدجاج. راح نديرهم بطريقة مختلفة على العادة. الشكل تاعهم راح يكون شباب بشهي خاصة للأطفال. نتمنى إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتعجبكم. بدون إطالة نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. في هذه الوصفة راح نحتاج أفخاد الدجاج، راح نحتاج فقط الجزء السفلي من الفخذ. دونك والعدد تاع الافخاد راح يكون على حساب عدد افراد العائله. نجيب مقلاة نحط فيها زيت فوق النار حتى وين يسخن، ونحط فيه الدجاج تاعي بهذا الشكل. هنا الدجاج بعد ما نقيته نحيت له هذيك الجلده تاعو، راح نطيبه فقط بهذه الطريقه. هنا النار راهي فوق المتوسط شويه، راح ياخذ فقط لون باش يعطيني طعم، ومن بعد ذلك راح نطيبه في مرق ابيض. دونك كيما راكم تشوفوا نحطه فوق الزيت ونقلبه من الجهتين حتى وين ياخذ لون شباب. ونضيف عليهم التوابل اللي راح نحتاج فيها: كميه من الملح، ثوم بودره، زنجبيل مطحون، راح نحتاج ملعقه صغيره من كل تابل، واستخدمت كذلك بصل بودره وفلفل اسود. هاد التوابل راح يعطونا طعم مميز للدجاج تاعنا، وإلا تحبوا نوع آخر من التوابل تقدروا تزيدوها عادي. وما بيد الدجاج تاعنا راهو يطيب، ناخدو زوج حبات تاع بطاطا متوسطة الحجم ونحطهم يغلو فوق النار. دونك هنا الدجاج كيما راكم تشوفوا خدا اللون من كل جهة، راح نضيف عليه الماء يكون يغلي ونغطيه بهذا الشكل، ونغلق عليه ونخليه حتى وين يطيب تماما. وبعد ما يطيب كيما راكم تشوفوا نحوه من فوق النار. هنا خدا لي حوالي ساعة هكذاك، نحوه من فوق النار ونحاول كيفاش نحي كامل هذاك اللحم من العظم، يعني نفصل اللحم على العظم هكذا بهذه الطريقة. وبعد ما نفصل اللحم على العظم نحتفظوا بهذا العظام. راح نحي لهم هذاك الجزء الفوقاني اللي يكون زايد ونخلوهم في الطرف. دوكا نكمل كامل الدجاج نحيه ونعاودوا نتلاقاو في الاخير. وهنا بعد ما فصلت الدجاج راح نقطعوا قطع صغيره باستعمال الموس بهذه الطريقه حتى وين يولي الحجم تاعو صغير ومفتت بزاف بهذا الشكل. دونك هذا هو الشكل اللي راح نحتاجه. وهنا نجيب ريسيبيون نحط فيه هذوك الزوج حبات تاع بطاطا اللي كنا غليناهم، عفوا نضيف عليهم شويه تاع الملح ونهرسهم بهذه الاداه بهذه الطريقه. هنا لازم نهرسهم وهما سخونين باش تترحى معنا مليح. ولو هذا هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه، وراح نضيف عليهم كمية لبس بها من المعدنوس. أنا استخدمت حوالي نص ربطة، ونضيف عليه الدجاج هذاك اللي كنا قطعناه صغير بهذه الطريقة، ونعجن كامل هذه المكونات مع بعض. وبعد ما عجنتهم مليح راح نضيف عليهم ملعقه كبيره تاع خبز يابس مرحي بوكسومات شابلور. هذا الخبز المرحي راح ينشف لنا كامل السوائل في الخليط تاعنا، ومنها ما راحش يتفتح لنا الدجاج في النار بهذه الطريقه. هنا حتى وين تحصلوا على كره تكون ما تتفتحش يكون الخليط تاعنا جاهز. كما قلت لكم انا استعملت 8 قطع تاع الدجاج، وباش نقطعهم الى قطع متساويه راح نبسط العجين تاعي اللي تحصلنا عليه فوق صحن دائري بهذه الطريقه، ونقطع هذا العجين الى 8 قطع باستعمال السكين. هاد 8 قطع كل وحده راح نشكل بها فخذ تاع الدجاج اللي كنا خدمناه، وبهذا راح نتحصلوا على افخاد يكون الشكل تاعهم متساوي. دوكا مباشره نروحوا نشكلوا الافخاد تاعنا. نجيبوا العظم اللي كنا خليناه وناخدو قطعة من الخليط تاعنا ولا العجين، ونحطو هكذا بكل سهولة هداك العظم في الوسط
ونشكل باستعمال لابونديما. ونشكل الفخذ تاع الدجاج تاعي بهذه الطريقه. هنا نروحوا غير بالعقل، والا كانت تلصق لاباط تاعكم تقدروا تستعملوا شويه ما تشمخوا يديكم بشويه ما وراح يتشكل معكم بهذه الطريقه، حيعطي لنا شكل بزاف شباب. كما شفتوا هنا درت فقط الدجاج، تقدروا تانيك تحشيوا الدجاج تاعكم بالجبن. دوك نوري لكم وحده كيفاش تندر. ولو راح ندير كمية بالجبن، هنا راح نستعمل موتزاريلا، هو اللي راح يعطينا شكل شباب في الحبة نهار نفتحوها. دونك راح نديرو كمية من الجبن بهذه الطريقة داخل الخليط تاعنا، ونجيبو العظمة ونحطوها في الوسط ونعاودو نغلقو ونشكلو الفخذ تاعنا كيما درنا من قبل هكذا بهذه الطريقة. هنا الأفخاذ تاعنا راهم جاهزين، دوكا نروحو نديرو لهم اون بانور باش نعاودو نقليوهم للمرة التانية. دونك كيما راكم تشوفو ندير كمية تاع الفرينة، نغطس فيها الفخد تاعنا، نزيدو نجوزوه على البيض مخفوق، وفي الأخير راح نجوزوه على الخبز يابس مرحي لا شابلور هكذا بهذه الطريقة. وبنفس الكيفية راح نكمل مع كامل الحبات. وهنا راح نجيب مقلاة نحط فيها كمية من الزيت، هنا الزيت راح يكون نص تاع الدجاج تاعنا، ونسد في القطع تاع الدجاج بهذه الطريقة ونخليهم يتقلاو حتى نتحصلوا على لون يكون شباب. هنا فقط يتحمروا ونتحصلوا على هذا اللون، ما ياخذش وقت بزاف لأنه كل المكونات تاعنا الداخل راهي طيبة. وغير يتحمروا راح نحيهم من الفرن ونحطهم فوق طبق عليه ورق اللي يمص الزيت هذاك. فوالا نحوهم كامل من الطبق ونتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو الدجاج تاعنا، تقدروا ترافقوه بالليفريت، تقدروا ترافقوه بالارز، راح يعطي لكم شكل شباب. داير الوحده برك راهي تشبع فريمون، راهي كبيره لانه زدنا عليها البطاطا. دونك كما قلت لكم هذا هو الطبق تاعنا، واسمعوا معايا الكريستيون اللي راح نتحصلوا عليه. هذه هي كانت الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى، والسلام.